الداخلية الإخوان يحاولون تخريب المرافق العامة بعد فشلهم في الحشد. أعلن اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول تنفيذ مخطط تخريب وتعطيل المرافق العامة بالدولة، وذلك بعد فشلهم في حشد التظاهرات المؤيدة لهم. أكد اللواء عثمان في تصريحات أن قوات الشرطة تتصدى بكل قوة وحزم لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي والحيلولة دون وقوع كل ما من شأنه ترويع المواطنين أو زعزعة الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وأوضح اللواء عثمان أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي قاموا صباح الخميس بمحاولة قطع الطريق الدائري بالمنيب أعلى منطقة الوراء وطريق القاهرة أسيوط الزراعي من خلال إشعال إطارات الكاوتش بنهر الطريق، وقوات الأمن تمكنت من التصدي لهم. طبعا ده بالإضافة لبعض القلاقل في المحافظات الأخرى. هنحاول معرفة يعني بعض هذه الأحداث من صديقنا الحقيقة يعني اللي بيعتز بوجوده معنا في البرنامج لإطلاعنا على أكبر الأحداث وأهمها، الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ يسري. مساء الخير يا فندم. يعني بما تقيم ما تم اليوم من قبل الإخوان المسلمين، هل هو فشل في الحشد؟ هل هو انصراف عنهم؟ يعني المحاولات الفاشلة اللي حصلت النهاردة. والله التقييم أنه حشد محدود للغاية هو تقييم أمني مختص به رجال وزارة الداخلية. وفقا للبيان الصادر لوزارة الداخلية قالت أن هذا الحشد حشد محدود للغاية. اليوم كانت هناك دعوات من هذه الجماعة الإرهابية كانت تستهدف مؤسسات الدولة، كانت تستهدف القيام بأعمال تخريب شاملة. بدأت منذ الصباح في إشعال أتوبيسات النقل العام في منطقة حلوان، بدأت وامتدت إلى قطع الطريق الدائري ومحاولة إشعال سيارات إطارات الكاوتش أعلى طريق المنيب وكذلك أعلى الوراق، محاولات يائسة من هذه الجماعة لقيام بأعمال تخريب في خطوط السكة الحديد ومحطات المترو، إطلاق كثير من الشائعات في محاولة من النيل من القوات التي تقوم بعملية التأمين، أطلقوا أن هناك كانت محاولات لاقتحام أقسام الشرطة، وهذا لم يحدث مطلقا أن يكون هناك اقتحام لمؤسسات الشرطة. الأجهزة الأمنية اليوم ألقت القبض على 114 متهما حتى هذه اللحظة، وما زالت حتى هذه اللحظة تتابع ما يحدث، خاصة أن هناك قوات منتشرة في كافة الميادين للتصدي لعنف هذه الجماعة الإرهابية. طيب يعني هل حضرتك متوقع أنه ممكن يكون في محاولات أخرى غدا؟ والجمعة معروف أنه هو كان يعني تجدد للتظاهرات، ولا بما أن هذه المحاولات قد فشلت لن يكون هناك تكرار؟ ده يعني جزئية. الجزئية الثانية، هل ممكن نشهد أعمال إرهابية؟ لأن الأعمال التخريبية البسيطة دي فاشلة حتى الآن، فهل ممكن نجد صدى إرهابي في مناطق تانية؟ القصة أن الأجهزة الأمنية رصدت معلومات لهذه الجماعة الإرهابية، هذه المعلومات تؤكد أن خطتها مستمرة لا تقتصر على اليوم فقط، هناك خطة أمنية مستمرة، خطة هي تطبقها وزارة الداخلية والعمليات الخاصة، وكذلك خطة أمنية مستمرة لغدا الجمعة، وكذلك خطة شاملة لتأمين كل منشآت البلاد من هذه المعلومات التي ترصد عنف وجنوح هذه الجماعة للقيام بأعمال عنف. اليوم كان هناك كميات كبيرة من العبوات الناتفة التي تم العثور عليها وإحباط مصعودها، كان هناك عدد من المخططات الإرهابية التي تم إبطالها في محافظة المنيا، في محافظة الشرقية، في القاهرة، في الجيزة، كلها مخططات إرهابية نجحت أجهزة الأمن اليوم في إحباطها، والخطة الأمنية مستمرة حتى هذه اللحظة وفقا لتصريحات وزير الداخلية وفقا لتصريحات مساعدة. شكرا للأستاذ يوسف البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم، ونتمنى السلامة لمصر إن شاء الله، وربنا يهدي الجميع ويحل السلام في هذا البلد.